لو انت نائب البرلمان مين كنت لمين كنت بتصوت يكون رئيس جمهورية؟ اكتب لي اسم. انا كمان. طب لا لا انا حط غيره غير شيء. انت كم؟ ايوه شفت شو كاتب؟ رح كبر الخط شوي لانه صغير. زياد بارود. انا حطيت جبران باسيل. انا بس حطيت جبران باسيل يعني تا هيك تا خلينا زياد بارود. انا قلت خليني اقول لك شغله. انا برايي التحليل الشخصي، اذا شخص بده يجي هلا من ضمن الافرقاء السياسيين الموجودين تلقائيا رح بيصير في انشطار عمودي بالبلد وناس ضد ناس يمشي النكد واللنكايه مثل ما صار بعهد فخامة الرئيس جنرال عون الله يطول بعمره. فبرايي انا منضل نلاقي شخص وطني شجاع بحافظ على ادنى ليفل من السياده ويكون من برات السرب السياسي الموجود بالبلد وبيلاقوا توافق عليه. منلاقي توافق عليه. انا برايي استاذ زياد بارود واحد من هالاشخاص يلي انا بشوف فيه لهالمرحله تحديدا جيد جدا. زياد بارود بوجه له تحيه. زياد بوجه له تحيه كمان بس أكيد. بعتقد انطرح اسم زياد بارود ورفض من المعارضه. ليه قولك؟ ما كثير ان انا بالسياسه يعني مش بتابع بهالاشياء هيك. ما كثير بتابع يعني قلت لك انا بتعاطى بالشؤون العريضه يعني ما كثير بفوت بالتفاصيل تبع اللي حضرتك عم تتفضل عنهم. أوكي. يعني طيب الاسبوع الماضي واليوم ومبارح وهيدا رياض سلامه هو نجم الاسبوع مثل ما بقولوا. اول شيء بلشت بانه القاضي ما لقي مش عارف لقي لرياض سلامه تبلغه انه غي عندك تحقيق بفرنسا مع انه هي بلغته قدام القاضي ذاته القاضي الفرنسويه. وبعدين انتربول طلع مذكره اعتقال وصلت اليوم لوزاره الداخليه وحولوها. صح. اول شيء شو خبرني عن هيك بالاختصار عن رياض. انت كنت بشي بوست كنت مش مهم رياض سلامه بقدر ما هو مهم من يقف وراءه. صح. ومن يحميه ومن يدعمه والظاهر انه كتار وغاطسين معه للاخر. لذلك وبتقديري توقيف ومحاسبة الرجل صعب المنال لأن المسبحة بتكر. صحيح. مش هي كتير صعب المنال شو قولك؟ هلا لا إذا هو طلع ما بدي أقول كبش محرة يعني إذا طلعت كل المشكلة فيه هو اللي هي أكيد مش هيك. هو جزء من المشكلة. صحيح. كونه هو مؤتمن هو الدينامو مؤتمن على المال العام. صح. هو حاكم مصرف لبنان. بس اليوم ما ننسى أنه في عندك مفاوض الحكومة لدى مصرف لبنان يلي هو بينقل كل الاشياء اللي عم بتصير بمصرف لبنان للحكومه والقرارات والعكس صحيح. في عندك وزير المال، في عندك الوزاره مجتمعه، في عندك نواب الحاكم، عندك القضاة. كلهم هول يعني انا بفهم شوي بالاقتصاد كوني بشتغل ببنك والباك جراوند تبعولي هي اكاونتنج اند فاينانس. مش معقول يكون بس هالزلمه لوحده هو قرر يعمل هيك. في لجنة الرقابة كمان على المصارف. لجنة الرقابة على المصارف. بس بيقولوا لك انه نعم. بتحكي بسألهم بيقول لك كان وان مان شو، يعني كان هو يقرر. أكيد. يعني ما معه خبر يعني، بيطلع القرار بيصلي مثل ما بيصلي وبيصلك. طبيعي يعني اليوم أنت مدير شركة، عندك مدير مبيعات عم بيتصرف على راسه. أكيد مدير مبيعات لازم ينطال أول واحد، بس كمان مدير الشركة عليه مسؤولية على القليلة معنوية. يعني في بدنا حاكم مصرف لبنان ينسأل ويتحاكم بعدل واللي وراه لانه منفات. اكيد في وراه ناس. يعني اليوم لما قاضي ما بينفذ مذكره توقيف يعني القاضي شو بده يكون بريء يعني على القليل عليه علامه استفهام. شو لك ما بقى يضحكوا على العالم بتعرف نحن بنعرف نحن العالم العادي بنعرف شو اللي قلنا وشو اللي علينا. نحن بنعرف اكان امنيين ولا قضاة ولا رجال سياسي كلهم عليهم مسؤوليه وفي ناس حاميين ولو ما هيك ما ضاين هالفتره كلها بهالانحدار الاقتصادي اللي صار فينا. صحيح. او لك رح يلقطوه. شو بتشوف يعني نهار التنين وقت تنعرض لحلقه ما بعرف شو بكون صار يعني لانه كثير الامور على السريع عم تمشي بس انه بتقول بيلقطوه بيستقيل لانه اليوم وزير الداخليه دعاه يستقيل كمان هو سمعت ما انا ما بحل محل غيره هن بيعرفوا شو لازم يعملوا يعني ما بعرف بس انا بعرف انه انا شخص من اللي تعبوا 20 و30 سنة تبنيوا حالهم وتضررنا من وراء مشكلة المصارف. واحد من المدعيين أنا لو على قد يعني بس في منهم بحملوا للعهد وأنا حقي أعرف العهد المسؤولية. مشكلة ما خلقت بلحظتها وبلحظة العهد. المشكلة إلها 30 و40 سنة بتعل
الدين العام بلش ب 3 مليار، رجع 5، رجع 30، رجع 40، رجع 70، رجع 80. بدنا نكون واعيين، ما بدنا نكون نكدين ونطلع بالجهة وحده. اليوم كل العالم تتحمل مسؤولية، كل شخص وكل سياسي اجى على الحكم بده يتحمل مسؤولية بطبيعة الحال. أنا اللي بقوله بدنا قضاء سليم ويوزع الاتهامات بطريقة عادلة ومنصفة وصحيحة، ونحن كلنا وراه. هذا اللي بقدر أقول لك إياه. بالزمان سألوا رئيس وزارة بريطانيا إذا ما كنت غلطان، قالوا له بريطانيا بخير، قال لهم طالما في قاضي واحد بخير يعني بريطانيا بخير، ونحن هذا اللي بدنا إياه بلبنان. المشكلة ببلش من هناك. هلا إحنا في عنا قاضي واحد بخير، بس للأسف، بس للأسف يعني هل يا ترى، هل يا ترى اللي أعلى منا بخير؟ ما هيك أنت حاطط مصر في ناهب، قاضي ظالم، رجل دين كافر، حاكم سارق، سياسي فاسد، إعلام رخيص، مش صدفة كل هالزمرة ضد الإدمية غدعون. قوي كتير هذا البوست، ايه قوي. تويت قوي كتير، أنا بعتقد هيك 56,000 فيو. بس قلت بقول لك هي وقتها ساعة وقت عملته يعني. ايه أنا بعدني عن رأيي، أكيد أنا بعدني عن رأيي. يعني اليوم بيطلعوا على أساس غدعون، يمكن ما بعرف لأنه جيبها الجنرال عون، صح. إذا ما نغلطان يعني هو عينه. طيب عال أنا أعطوني حيالله قاضي، حيالله قاضي جابوا حيالله حزب من لبنان ويشتغل صح، أنا بمشي وراه. برجع بقول لك إذا ما منفكر هيك ما رح نبني بلد ودولة وقانون. في ناس بتفكر بغدعون إنه بتقول لهم راحت أموال المذيعين، في ناس عم تنهب بالبلد بيقولوا لك مش مهم، المهم شعره منكوش للمخلوقة، شعره منكوش. لهالدرجة في بساطة بالتفكير. نسوق غدعون، جيبوا لنا قاضي تاني قبضاي وصادق وما معه صور ومليارات الدولارات وسيارات وفخفخة، وجلم زلمة ببين عليه التواضع وببين عليه الإدمية، خلونا نمشي وراء مين ما كان معين لهذا القاضي. مش ملفت انه ما هل قادرين، هل قادرين وعلى فترة 40 سنة؟ غيره على فترة 40 سنة؟ انه هلا مش هلا وصلت خيي كانوا نايمين 40 سنة، هلا انه ما في غيره، عم تفتح الملفات صح؟ عم تفتح ملفات الكبار، مش انه مش انه موظف شو اسمه، عم تفتح موظفين بس انه مش واقف عليهم للأسف. كمان عمل بوست انت، المدرعات ما بتحميك، ضميرك يلي بيحميك. سهيل عبود صحيح انه معقول مجلس تأديبي لانه غدعون عنده اسلوب خاص فيها، يمكن بيطلع على السوشيال ميديا، يمكن بيصرخ على الشاشه، يمكن رحت وشفته هذه الزاويه من المخالفه، والزاويه الثانيه شعب بامه وابوه منهوب، هيدي ما شفتها يعني شيء بيطلعك من ثيابك. انا صدقني بجرب مرات ما فوت بقصه، ما فوت، ما اكتب على تويتر اشياء سياسيه يعني وهيك، بس انه بتطلع من ثيابك لان انا بالنهايه مواطن، ومواطن انا الحمد لله بحس حالي مواطن صالح وبحب بلدي وسيادي ووطني وبدي ارجع ارد اولادي على لبنان وبدنا نظبط بلدنا، ما فيني ضلني ساكت. هلا اللي بده ينزعج من تويتاتي هو حر، انا ماني عم فتش على شخص يحبني اذا ما بده يتقبل رايي، اللي بده يحبني بده يحبني على اخلاقي، صح. اذا رايي مخالف لرايه وما بده يحبني مشكلته، صح. لو كنت سياسي لا سمح الله اشرف لي موت اختناقا على ان اسجل رضا السفير والسفرات، كل ما بدي اتنفس بهدلتونا الله لا لا يوفقكم يا اشبه رجال. ليش بدنا نضل نحن راكدين على السفرات والسفرات راكدين عنا؟ لك هيدي شغله شربل كثير انا بتاثر فيه. يعني انا موضوع السياده بالزمان اللي كان في وجود سوري كنت انا ضده، وبعدنا ضد العدو الاسرائيلي لو شو ما بده يصير، صح. ولما كان الفلسطيني هون كنا ضده، كل غريب، كل غريب ضده. هاي هي السياده. ليش أنا إذا بدي أتنفس بلبنان بدي أجيب وزير أو مدير عام أو شرطي سير بدي أسأل السفارة، صح. يا أنك لبناني وطني يا أما أنت طايفة تبعي، واللي بده يزعل يزعل. أنا هيك بفكر، بدنا نكون وطنيين تنقدر نرجع يكون عنا شوي من السيادة، يعني نقدر نحن ناخد قرار. عيب عن جد، عيب كل ما بدنا نحكي، كل ما بدنا نعين مدير عام بالدولة بدنا نسأل السفارة الفلانية وإذا بترضى علينا السفارة الثانية. شو الثاني ما رد بيوقف تعيين؟ شو الحكي هنا؟ يعني بده يكونوا متفقين. اي بلد بالعالم بيعملها. اعطيني دوله من دوله يلي هي ما عندها تاثير بالعالم نهائيا بالسياسه، صح، تعمل هيك اذا بدها تنتخب رئيس او بدها تنتخب رئيس وزاره او بدها تعين وزير او مدير عام او حاكم مصرف لبنان؟ للاسف لا. عندي كثير بعد بوستات بس بدي احكي شوي عن اللاجئين او النازحين. شو رايك بهالظاهره اللي فجاه هلا صاروا الكل ضده، ضد النازحين يعني؟ قبل كانوا كلهم نايمين وقتها كان بيقدروا يعملوا شيء، هلا وقتها ما بقى يقدروا يعملوا شيء وما في رئيس جمهوريه وما في حكومه طبيعيه كلهم فاقوا على النازحين. لك في شغله شربة فتتك، انا بال 2000 بتشرين الثاني 2019 يعني من بعد الثوره بشي شهر شهر وجمعه حطيت على فيسبوك،
حطيت انه مش لازم اني ارجع 2019. لا خلي لا انا ربطتها هلا لانه سالتني. حطيت بوقتها بوست على فيسبوك مش على تويتر، وقتها ما كنت كثير بعدني اكتف على تويتر، انه مش لازم الثوره كمان تنادي بتنظيم خروج اللاجئين السوريين من لبنان. ده اكلت مسبات قد ما بدك، مع انه انا معروف شخصيتي، اللي بيعرفني عن كذب بيعرف انه انا شخص ماني عنصري، يعني انا ماروني، بس انه انا لبناني بقول عن حالي لبناني. اذا بيقولوا لي عن حزبي بزعل، بقول انه انا لبناني، انا ماني حزبي، انا لبناني، بتفق مع كل العالم وبخطي كل العالم اذا غلطانين من وجهه نظري انا. ما فينا اليوم قضيه وطنيه مثل قصه النازحين، مش عنصريا ولا كرها بالسوريين، بس اليوم شعب 4 مليون نسمه، ما فيك تحط عليه 3 مليون نسمه غرب. طيب انت لشو عندك بيت وعندك باب بيت ومفتاح البيت؟ طع قاعد كل العالم بالحي عندك بتقبل؟ اكيد لا. طيب ما انا بالنهايه مطرح لي ساكن هو بيت الصغير، ولبنان هو بيت الكبير كمان، انا وجباتي احميه، مش معناتها انا عنصري لا، بس لازم يلتقى حل الموضوع، يتنظم العوده على سوريا، لانه اقتصاديا واجتماعيا وديموغرافيا وشو ما بدك موضوع ما قادرين نحمله. اللي كمان اللي بده يزعل يصطف اللي يزعل، بس نحن اللبنانيه بلدنا لالنا، مش رح نجي نعمل فوضى ونقوص عليهم ولا الجماعة او شيء، لا بس لازم يصير في تنظيم على القليل، يكون في ستاتستيك شو عندنا ببلدنا غرب على القليل تنعرف حالنا. صحيح. يعني اليوم اذا عم بيقولوا لك بعد 10 سنين او بعد 5 سنين الاعداد رح تضاعف، طيب ما حدا بيعرف غير هن اللي عم بيساعدوا، لانه في مسؤوليه على وزاره الداخليه والبلديات يشرفوا يروحوا يعملوا جرده بكل العالم الموجوده مش لبنان. بيقولوا لك ما عم بيعطونا، ما عم بيعطونا داتا اليو ان اتش سي ار، بس نحن ليش ما نتكل عليهم؟ نرجع قصه السياده، نحن اذا كل بلديه حطت فريق معين من التيم من الشرطه تبعولهم يحصوا كل شيء فيه سوريين وغير سوريين ويتنظموا ضمن ملفات معينه ويرجعوا ينفرزوا الناس اللي بدها ترجع، اللي فيها ترجع دغري، الناس اللي بدها ترجع بعدين، واللي بده يضل هون بده يكون مأونا وشرعي ويدفع ضرائبه مثله مثل اللبناني، وفي قعدات معينه بنقدر نحن نستوعبها. انا صحيح. كل عمري نحن يكون في عندنا شغيل يجوا يشتغلوا عم بجد بالتفاح يكونوا صحيح. سوريين نحن ما عملنا يد عامله في وحده اشياء اللبنانيه ما بيشتغلها. لك فرق بين اللي بيحترم القانون وين اللي جاي يستغل القانون.